إذن الآن ينضم إلينا في إطار الحديث عن دور الرقابة القضائية والدور الذي سيلعبه حلف الناتو في وزارة العدل في العراق، ينضم إلينا الأستاذ حسين السبعاوي عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ حسين السبعاوي، مرحبا بك. كيف تابعت يعني معهد واشنطن للدراسات أشار في تقرير له إلى أن دور حلف الناتو يعني يمثل حاجة للعراق ملحة لمعالجة القصور في أداء الوزارات الأمنية ووزارة العدل، ماذا يعني ذلك برأيك؟ يعني ذلك أنه هذه وصاية على الوزارات العراقية، هذا يعني معناها فرض إرادة خارجية على الدولة العراقية. أنا أعتقد علاقة العراق مع الولايات المتحدة والتحالف وحلف الناتو علاقة يشوبها الشك والارتباك. لاحظنا أنه فجأة يتناقص عدد القوات التحالف إلى 500 مقاتل، وفجأة يرتفع عدد المقاتلين في العراق إلى 4000 مقاتل. هذا يثبت هناك تخبط في سياسة العراق، لا يوجد رؤية حقيقية في التعامل مع قوات التحالف، وبالتالي العراق أصبح ضمن الهيمنة الأمريكية وبنفس الوقت ضمن الهيمنة الإيرانية. نعم، يعني هل ستتمكن من وجهة نظرك هذه الخطوة إن حدثت، هل ستتمكن من مواجهة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في الوزارات الحالية في العراق، أم أن الأمر ربما يعني خرج عن السيطرة؟ لا أعتقد أنه مهمة الناتو ومع العراق هو من أجل حقوق الإنسان ومن أجل استعادة الحقوق ونشر الحريات ودعم الحكومة المدنية، هذا الأمر مستبعد. الناتو تتعامل على مصالحها، والولايات المتحدة هي من دعمت انتهاك حقوق الإنسان والمظالم التي يعني والظلم الذي نزل على العراقيين، وكله بسبب الولايات المتحدة وهذا التحالف. فلن يكون هذا التحالف جزءا من الحل لينقذ العراقيين مما هو عليه، بل على العكس، هذا التحالف هو من سلم العراق بيد إيران، وهو من سلم هذه الأحزاب السلطة في العراق بعدما دمرت يعني وبعد ما سلمت السلطة دمرت الشعب العراقي يعني ومؤسسات الدولة العراقية. فلا يمكن التعويل على أنه سيعيد يعني أن تكون العراق دولة مؤسسات ويهتم الحلف في موضوع حقوق الإنسان. ولكن أستاذ حسين، ألم يكن الأجدر بالمجتمع الدولي التحرك لإيقاف ما يجري في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة التعذيب في السجون؟ نعم، هو من الأجدر، ولكنه لن يفعل، لأنه القضية لا تعني المجتمع الدولي، أصبح متفرج على ما يجري في العراق وداعم لمن ينتهك حقوق الإنسان، هذا متفق عليه أصبح. يعني اليوم ما عاد الإنسان العراقي يعول على المجتمع الدولي لاسترداد حقوقه أو لمحاسبة القتلة. اليوم الإخفاء القسري يعني مستمر، والتغيير الديموغرافي مستمر، والمعتقلين بلا محاكم ولا بدون محاماة موجودين في السجون آلاف. ولكن لماذا لا نقول أستاذ حسين، لماذا لا نقول يعني على اعتبار أن وزارة العدل يعني منوط بها مراقبة الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في السجون وهذا المفروض، ولكن ألا تعتقد أن دخول خبراء الناتو يعني إلى وزارة العدل يمكن أن يوقف التعذيب يعني الذي وصل إلى درجة القتل في السجون الحكومية؟ والله أنا أستبعد أنه يكون لهم دور إيجابي في العراق، لأنه على الأرض نحن ندرك أنه الناتو هو من جاء بهؤلاء المجرمين الذين قتلوا الشعب العراقي، الناتو هو من شرع لهذه الحكومات ومن دعمها، خصوصا اليوم الشعب العراقي منتفض بغالبيته في وسطه وجنوبه وقبلها في غربه وسطه، كل هذا الناتو لم يحرك ساكنا. اليوم الناتو يريد أن يعني يطالب بحقوق الإنسان من الوزارة، هذا الأمر مستبعد جدا أخي العزيز، هناك مصالح أخرى لدى الناتو في وزارة العدل وفي وزارة الدفاع، من قد يجوز من أجل عقود، من أجل مصالح تدريب، من أجل يعني كثير من القرارات التي تخدم مصالحهم، أما مصالح الشعب العراقي هي مستبعدة من الناتو أن تكون من الناتو. شكرا لك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف.